هذه الدنيا لا تتقلب كيف الجو اللي رسحها في ساعات اصحى وتخيم وتزهي وتدور عليك فكر ما تلقى قدامك يوم الحساب وعذابك اللي تخدمها تعجلك تودليها والله جيك الدنيا هذه خداعة ترمي مولها في القاعة يا ويح اللي راح معاها ما عندوش نهر بوين ياك احنا ربي وصانا على الطاعة والفعل الزين بلكن عدو سعادة من طاعة الوالدين بسم الله نبدأ ونخثر وصلت لي يا فاهم صلي على زين الخاتم هو فرض بالصلاة صلوا معايا على محمد من صلى عنه ما ندم صلاته تبرين لعادم نبرة من الأضرار صلوا عن النبي ما فيها غلطة ياك احنا زيار الكعبة نروحوا ونصلوا ثم ما يبقوا فينا سيات ذلك اسمحنا في اللي كان في طوع الله يا مسكين طيع ربي ما يتهان ويفرج علي الدرجات ذروك خلينا الذرية يا ربي ملينا حية بدلناهم بالأنبياء ونترحموا بالحسنات كبرنا بربي الذرية بالإحلال وخدمة نية برك سماحت يا لبنية بالفرقة والله بالموت راح اللي نوصيها عليكم والمولى يتهلى فيكم واختو رايب لي سعدوكم خلوكم منه بالذات ذروك ما تلزمني هدرة والمكة رجات الخطرة فرج يا ربي على الخلق بتكلينا راندات هذه راها آمانة من عند الله راها جات صفينا النية والظنة وربح منا حسنات أنا ولدي سبع الهدة بعبيسي يحضر في الشدة وبيات وناس القمنا أنا نعرفهم بالذات نحمد ربي يا ولدي ما درنا معكم غلطات حنا لي على العليا يا مزين هذه الفرصات والطيارة ضرك تجينا سرجينا فيها ولبينا سرجينا فيها ولبينا طارت بينا وتعلت وصلنا شور المدينة ندعو فيها ما يلزمنا ندعو فيها ما يلزمنا ونقوموا ثم الصلاة يا ربي جينا بالنية ونزوروا هذا القبرية محمد خاتم الأنبياء يشفع فينا في الممات من ثم نقضوا للبيت ونزوروا ذيك السادات نلقى الحي معلمات وربي واسع الرحمات نقدو للصفا والمروة تنزل عنا ثم رحمة ونزورو قاع الصحابة ما ننسو بهم هيهات يا مزيان هذيك الوقفة ونزورو ثم عرافة يا خويا ما هي رشوة من عند الله بالهيلات يا مزيان هذيك الوقفة كي شفنا النبي المصطفى واللي يطلب طلبة توفى يقبل رب العالمين.